القضاء ما بعثناش حتى استدعاء، ومعناها هي نورمال مو متهم لازم يبعثوا له كيما المعمول به، لازم يبعثوا. نحن علمنا بها عن طريق المحامين الموجودين، الاستاذ خالد عوينيه ومجموعه من المحامين متطوعين للدفاع عن القضيه نتاعنا هذه على اعتبارها قضيه عادله. مشينا حضرنا المحكمه، ما رانا الا انه اولا قاضي التحقيق قال الدوسي ما ثماش. القاضي الدوسي وينه؟ باش هو يبحثوا على الدوسي ما بين الغرف وبين البيروات، باه لقوه الدوسي. القضيه نهار 28 فيفري 2015 بيصير، معناها مش اليوم ولتأجلت ل 28 فيفري. يلزم يزيدوا يحقوا في القضيه الاولى نتاع اضرام النار بمركز امن اللي هي مازالت قيد التحقيق، ومن الخطر من القانوني ما نجموش يحاسبوا متهم بين قوسين بنفس الملف ونفس القضيه. قضيه اليوم هي موضوع التتبع لقاضي لملف موجود امام قاضي التحقيق، يعني الاعتداء على المركز هو منزل بوزيان، هو موضوع قضيه قدام الدائره الجناحيه، نفس الاعتداء هذا هو موجود قدام قاضي التحقيق. القاعده القانونيه تنص على انه لا يجوز معاقبه الشخص مرتين من اجل نفس الفعل، وتنص على انه لا يمكن تتبع الشخص يعني اكثر من مره من اجل نفس الفعل. لذلك احنا قلنا للمحكمه هذا الكلام، طالبتنا المحكمه بتقديم مآل القضيه التحقيقيه. القضيه التحقيقيه لا زالت تراوح مكانها الى اليوم. ويوم استشهاد محمد البراهمي عرفت معتمديه ولايه سيدي بوزيد العديد من التحركات تمثلت في القيام بمسيرات سلمية للتنديد بعمليات الاغتيال البشعة التي تعرض لها محمد إبراهيمي، وعرفت تحركات في منزل بوزيان، المكناسي، سوق جديد، سيدي بوزيد المدينة وغيرها. يعني استغل بعض، ربما أقول بعض العناصر المجهولة، استغلت هذا الحراك الاجتماعي السلمي وتولت اقتحام مراكز الأمن، وقاموا بعمليات يعني حرق وعمليات إضرار بمعدات وعمليات يعني عديدة داخل مركز الأمن. بطبيعة الحال تم إحالة هؤلاء الشباب بحالة إيقاف كلهم تقريبا من منزل بوزيان والمكناسي وكذا. نسب إليهم أيضا الإضرار بملك الغير، الإضرار بمعدات المركز، ونسب للبنوب فريد هو وصفوان على ما أعتقد تنكيس العلم يعني التونسي في داخل مؤسسة أمنية. الشبيبة الوحيدة الآن اللي ما زالت فيها نبض الحياة ونبض 17 ديسمبر يعني هي الشبيبة اللي تتعرض للمحاكمة هذه. بعد 23 أكتوبر وبعد أن دب اليأس عندما أخذت الترويكا المشعل، والآن الحكومة الندائية الترويكية يعني الحكومة الجديدة أخذت المشعل، عندما دب اليأس الشباب يعني اتخذ ثلاث وجهات، والشباب يمكن تصنيفه أنه مشاب في ثلاث طرق متباينة. الطريق الأول الشبيبة التي آمنت ولا زالت تؤمن ب مبادئ 17 ديسمبر، ها هي تتعرض إلى الهرسلة وإلى المضايقات وإلى الملاحقات القضائية والأمنية. جزء ثاني من الشباب اختار أنه ينغمس في عالم المخدرات. أنا لو نمشوا لمحكمة سيدي بوزيد يومين الجيول متاع المحكمة فيه شباب أنا نعرفهم، شباب كانت عندي بهم علاقات يعني مباشرة وموضوعية، وشباب مناضل يعرضك في الشارع وهو يعني يقول لك أستاذ أنت، يعرضوني في الشارع يقول أستاذ أنت، لا عادي نجم يرفع شعار، لا عادي نجم كذا. هذا الجزء الثاني. كاتيجوري لا تروازيام كاتيجوري هي أنه شباب آخر اختار أنه في ذات طاقات وتحتاج إلى ما لقيتش شكون يأطرها، فهمتني؟ يعني مشوا ليبيا ومشوا لتركيا ودخلوا هناك، وانا تواصلت مع بعضهم يعني مصابين بحاله ندم واحباط، ويقول لي صدقني نلقى البندقيه في دي فرنساويه وامريكيه وسعوديه، يلقى روحه في اجنده اخرى وفي مشروع صهيوني يعني تحديدا.
يعني لا دولة إسلامية ولا داعش ولا والو. فهمتني؟ مشروع صهيوني بامتياز. والكاتيجوري الثالثة ما شكون ركب قوارب الموت. يعني بقيت قلة قليلة، القلة القليلة هذه اللي من بينهم فريد ومعجوب وبلال وزياد والشباب هذه كلها وصفوان وغيرهم وشباب بالمكناسي وفي بن عون وكذا، بدأت يعني الدائرة تضيق عليهم، وخاصة من قبل شكون؟ من قبل من مصالحهم محرضة للخطر، عليهم أن يصمتوا. ونحللك ملف وتقعد معناها تبع، حتى كان باش تتجرأ أنت مثلا الحالة متاع زياد عماري شاكي بعون آمن، حتى كان باش تتجرأ فهمتني وتشكي بسلطة أمنية ولا بسلطة قضائية، ما قال الملفك متاعك يكون النسيان والتتبع.